حلوى شوكولاتة. اليوم بدي اعمل لكم تحلية كتير هي بسيطة وسهلة، تقريبا بتاخذ وقت أقل من دقيقة على البرد بدون طهي، تنفع للنباتيين وللكيتو دايت ولمرضى السكر أيضا، كتير هي روعة ومميزة. يلا دعوة الوصفة. كريمة جوز الهند، علبة واحدة موجودة في السوبر ماركت، موجودة بالسوق، والوصفة موجودة تحت في صندوق الوصف الوصفة. كريمة وليس حليب، كريمة جوز الهند، علبة تقريبا 400 جرام. كاكاو خام 3 معالق طعام. قهوة سريعة الذوبان قليل، يعني تقريبا نص معلقة صغيرة، بتعمل طعم كتير كويس. السكر بديل السكر، الكمية والنوع هو اختياري، أنا وضعت ستيفيا، أنت وضعوا أي نوع اختياري. قليل من الفانيلا، وبنحرك المكونات جيد، كتير هي سهلة وكتير بسيطة. برتقال، إذا موجود برتقال بنوضع برتقال، بنبشره بمبشرة ناعمة مثل هيك، وبنحرك المكونات الثانية، وبنسكب بالكوب. كتير هي روعة، كتير هي مميزة. بنوضع كريمة من نفس الكريمة، بنوضع كريمة بيضة، نوضع كريمة بيضة للتزيين، ممكن نوضع بشر برتقال خشن يكون. هي مناسبة للكيتو دايت، مناسبة للنباتيين، مناسبة لمرضى السكر، كتير سهلة وكتير بسيطة، وإذا احنا وضعناها بالبراد بالتلاجة بتجمد أكتر. أتمنى أن أنتم تجربوها، كتير هي روعة، كتير هي مميزة. في أمان الله.